مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير الكاستار مع عجينة الباف باستري. عنا 320 ملي حليب، ملعقتين صغار سكر بودرة، ملعقتين طعام كاستار، 3 معالق طعام سكر، ملعقتين طعام سمنة او زبدة دايبة، وعنا عجينة الباف باستري. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. حط السكر والكاستار مع بعض والحليب، هلا بحطهم على النار وبحركهم ليشتد المزيج. بس اشتد المزيج بهيدا الشكل، هلا بدنا نبلش بالعجينه. هيدي العجينه هلا بقصها على شكل مربعات. بعمل العجينة بالشوكة، بترك عالداير، بس بعمل بالنص. ادهن سمنة، اهم شيء ادهن سمنة عالطرف. هلا بحطهم على ورق الزبدة، اكيد عم حمل فرن على درجة حرارة 200. بعد ما دهنت العجينة سمنة وجهزتها بهيدا الشكل، هلا منحط الكاستر بالنص. هلا بدخلها على الفرن. هيدي الحلو اخدت بالفرن 12 دقيقة، هلا بحطهم على جنب ليبردوا بحرارة الغرفة. هلا بعد ما بردوا بدنا نرش عليهم سكر بودرة، بيعطي شكل كتير حلو. كمان هلا بحطهم بصحن للتقديم. هيدي حلو الكاستر مع الباف باستري اللي عملتها انا وياكم. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق اذا عجبته الطريقه ام لا، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.